أهلا بيكم في قناة تشكيلة، معاكم علي عبد العزيز. هكلمك النهاردة عن 5 حاجات مرعبة أول مرة تسمع عنها. تعرف إن راس الإنسان لو اتقطع من على الجسم فدماغك هتفضل شغالة فيه وواعي للي بيحصل لمدة 20 ثانية؟ طب تعرف إن آخر حاسة بيفقدها الإنسان لما يموت هي حاسة السمع؟ بمعنى إنه قادر يسمع كل حاجة بتدور حواليه وهو ميت. طب تعرف إنك لو كنت عايش لوحدك في يوم من الأيام ومت لا قدر الله وكان عندك في البيت قطة أو قطة مش هيتردد بعد أيام بسبب الجوع من إنه ياكل من جثتك حتى من غير ما يسمي عليك؟ طب تعرف إن خط الدكاترة اللي غير مفهوم بيتسبب في قتل آلاف الأشخاص كل سنة؟ طب تعرف إن الخنازير بتاكل كل حاجة؟ وفي قصص قديمة بتحكي عن خنازير عدت على كرة ريفية وأكلت أطفالهم؟ طب تعرف إنك لحد دلوقتي ما عملتش لايك ولا شير ولا اشتراك في القناة مع إن اللينك في أول تعليق؟